السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو أنتم بصحة وعافية. هذا أول فيديو لي في القناة كيتعلق بالطبخ، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، وبهكذا إن شاء الله نقدموا وصفات وأكلات متنوعة وسهلة وبسيطة إن شاء الله تعالى. المقادير كلها تقريبا تتكون في متوفرة في كاع البيوت. وهذا الطبق اللي بغي نقدم معكم اليوم وهو البيتزا ديال الكفتة، كتجي صراحة لذيذة بزاف وبنينة وسهلة وبسيطة بمقادير بسيطة ماشي مكلفة بزاف. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. عندنا المقادير، عندنا الكفتة والجبن بارميجان والبيضة هما اللي كيكونوا عندنا لاباز ديال الكفتة ديالنا، ديال البيتزا. كنعجنوهم وكنطيبوهم على اساس العجين تاع البيتزا، وكتبقى يعني الجبن البارميجانو صراحه كيكون على النسبه ديالو اولا الكميه ديالو على حساب كيتماشى مع الكميه ديال الكفته اللي عندنا. الا كانت كميه قليله فكنديروا غير كميه قليله، اما نص بيضه اما معلقه ولا جوج ديال الجبن البارميجانو، ملي كنخلطوا مع الملح والبزار باش كنحصلوا على العجين ديال البيتزا. ومن الفوق كنزينوا بهاد المقادير الاخرى اللي هي جبن الموتزاريلا مقطع مكعبات، وعندنا المايس، وعندنا الزيتون الكحل، وعندنا لاصوص طوماط منسمه بالاعشاب المنسمه، الازير، الزعتر، ثوم القصبي، الحبق، والملح والمعدنوس يابس مطحونين كلهم، وعندنا لي شامبينيون مقطعين حتى مربعات صغيورين، الفونجي او الفقيح هما اللي كنزينوا بهم البيتزا ديالنا من الفوق. ودابا ان شاء الله ندوزوا باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير. كناخذوا الكفته كنضيفوا عليها دوك جوج معالق كبار تقريبا واحد 30 ولا 40 غرام ديال جبن بارميجانو، كنضيفوا البيضه وكنزيدوا الملح والبزار يعني على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي شويه مالح ولا خفيف شويه. انا ما كنكثرش بزاف لان عندي عندنا هذيك لاصوص طوماط فيها الملحه يعني هذيك الاعشاب المنسمه، واحد الخلطه كنشريها الصراحه هكاك موجوده كتكون فيها الملحه، يعني ما كنديرش نسبه كميه كثيره ديال الملحه، فكندير غير القياس. كتعرفوا بان قد ما بعدنا على الملحه فهو مزيان للصحه ديالنا. دابا كنخلطوا هذيك الكفته مع المقادير اللي درنا معها الجبن مع البيضه، كنخلطوه مزيان باش نحصلوا على العجين ديال البيتزا ديالنا اللي هو تيكون لاباز الاساس ديال البيتزا، عوض العجينه كفا كنديروا الكفته. كنبقاو نعجنوه مزيان حتى كنحصلوا على عجين متماسك اللي كيعطينا الطوع فاش كنكونوا ندلكوا باش نقطعوا الاشكال اللي بغينا حنا، اما ميني بيتزا اما لا بغيتي زعما ديريها وحده بيتزا كبيره فتا هي ممكن، راه كتصايبي وحده بيتزا كبيره وكتزينيها تقريبا بنفس العناصر، ولا كتزيدي وتنقصي حاجات اللي هو ما حضرتش انا، ربما كتزيدي حاجات اخرين على حسب الذوق. ولا الا بغيتي ميني بيتزا يعني كديري الحاجه اللي هي موالمه ليك انتيا وعجبك. هنا كنعجن مزيان الصراحه، خاصنا نعجنوها وندلكوها بحال اللي كندلكو الخبز، كتعجنيها مزيان باش من بعد تعطيك الطوع. ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفو الطريقه ديال التحضير والبقيه ديال التحضير ديال البيتزا ديالنا ميني بيتزا. ان شاء الله بقاو معنا باش تشوفوا حتى التالي ديال الفيديو. من بعد مني كنعجن العجينه ديال الكفته كنعجنها مزيان وكتولي تعطيني الطوع، كنطلقها بالدلاك على هذا الشكل، هذا واحد العلو تقريبا ديال واحد سنتيم ماشي بزاف. فكما كتعرفوا الكفته كتدخل الفران ولا مني كطيب بصفه عامه كتولي شويه سميكه كترفع العلو ديالها، انا ما كنبغيهاش تكون عريضه بزاف.
وكنستعن بهذيك القطاعه ديال الحرشه، هي باش كنقطعها باش نحصل على الشكل ديال ميني بيتزات اللي بغيت. ربما اللي بغات بيتزا كبيره فكتعملها ديريكت في المول وتقرصها شي شويه بيديها، ومن بعد كتدير عليها لاصوص طوماط وتدخليها الفران، ماشي مشكل. اما اللي بغات شكيلات اخرين تاع ميني بيتزا ولا القياس اللي بغيتي فكت كتقطعي على الشكل اللي هو بغيتيه انت، يا اما صغيره يا اما كبيره. فغالبا ما خاصش تكون عريضه بزاف باش كتعطينا واحد الشكل زوين ديال ميني بيتزات. هنا كنستعن بهاد القطاعه هذه اللي كتعطيني الفورمه. ربما ديريها انت هاد القطاعه وتديري وسط منها العجين ديال الكفته نيشان بلا ما تلقي بالدلاك الا بغيتي توفري عليك الخدمه. ديريها وسط منها ديريكت وتضغطي عليها بشي حاجه، اما هذيك اللي كتضغطوا عليها باش نصيبوا الحريشات، ولا كتقرصيها مزيان وصافي وتحطيها في المول اللي غادي تدخلي الفران. من بعد قبل ما تدخليها الفران فكتديري هذيك لاصوص طوماط اللي هي درتها شي شويه على النار مع ديك الاعشاب المنسمه وشويه ديال زيت العود حتى تشحرت ليا واحد شويه. ومن بعد هي اللي درت مع هاد الميني بيتزات، دخلتهم الفران واحد تقريبا بين 20 حتى 30 دقيقة حتى شفتها بلا طابت مزيان. عاد من بعد كتخرجيها من الفران كتزيدي عليها داك المقادير الاخرى اللي هي الجبن تاع الموتزاريلا، والجبن الموتزاريلا اما مقطع على داك الشكل ولا كديريه يعني محكوك ولا ليك الاختيار. وهذاك المايس حتى هو اختياري صراحه، كاين اللي يبغيه كاين اللي ما يبغيش. انا كيعجبني بزاف، كيعطي واحد الذوق رائع لهاد الميني بيتزا. جربوه الصراحه وما غاديش تندموا، كتستحق تجربه الصراحه هاد الوصفه هذه. كدير الموتزاريلا والمايس الزيتون الكحل شامبينيون، ومن الفوق كديري هذاك الجبن تاع البارميجانو. هنا كندير مباشره لاصوص طوماط على الكفته باش ندخلها للفران لهذيك المده ديال 20 حتى 30 دقيقه، ونتلاقاو من بعد منين منخرجها ان شاء الله باش نقوموا بالتزيين ان شاء الله. دابا مني خرجت الميني بيتزا من الفران وهي باقا سخونه تقريبا كانت واحده بين 20 حتى 30 دقيقه في الفران، كنحس بها طابت مزيان. من بعد نخرجها ونضيف عليها الموتزاريلا هاد المربعات، صراحه كتكون الشكل ديالها كيجي جميل حسن من هذاك اللي محكوكه اللي كتذوب دغيا، هذه كتبقى شاده شويه راسها. كنزيد هذا الجبن تاع الموتزاريلا والمايس و هذاك الشامبينيون تاهو مقطع طريفات صغيورين، فكندير كل حاجه منها غير شويه شويه حيت ميني بيتزا راكم عارفين بلا كنبغيو نحطو فوق منها غير التزيين، غير شي حاجه قليله وصغيره بزاف باش ما نفقدوش الشكل اللي زوين ديالها. ومن بعد كندخلها الفران واحد بين 5 حتى 10 دقائق غير باش تذوب ليا هذاك العناصر، يعني داك الفرماج ديال الموتزاريلا مع البارميجانو غير يذوبوا مزيان وتقبط ليا العناصر كلها في بعضياتها. وكنخرجها من الفران يعني، وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي صراحه الشكل النهائي ديالها كيجي جميل وحتى المذاق يعني روعه، جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. هو هذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، بيتزا ميني بيتزا بريستيج. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بكل صدق، هي غادي تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستوى. واخا مكونات بسيطه وسهله فهي كتستحق التجربه ان شاء الله، تكون وصفه تنال الاعجاب ديالكم. وسنشكركم على المشاهده الى فيديو قادم ان شاء الله.